من خلال المسؤولين وأولياء الأمور. من بعدها يجروا هذه الشريحة التي تم تكريمها، وعندنا شريحة ثانية. نظرت الأمهات الفضليات المتميزات في الشاعر الأم مدرسة تنين أعطتها قدر صعب الجيش العراقي. تحية لرجال أمر الدولة الله، تحية لرجال الإعلام، تحية لمرضى الفنية. والله فخور وفخور بكل ليبيا الحبيبة الغالية. أيها الأحبة، نلتقي اليوم في هذه الاحتفالية الجميلة الرائعة ونحن نهني الطلبة والطالبات الذين تميزوا وتميزنا بالتفوق والمثابرة والاجتهاد. هذه بادرة من منظمة لبيع حقوق الشباب، مشكور موقع مع إدارة المنظمة، ولكن بالتأكيد هناك الكثير من الأشياء والأخبار المفرحة القادمة بإذن الله. منحنا للأرامل اليتامى الدراسة والتدريب مجانا من كل ربوع ليبيا، مستعدين للتنقل وليست في طرابلس الكبرى فقط، بل عندنا استطاعة أن نتقدم وننتقل لكل مناطق ليبيا ونقدم المعرفة ونقدم التعليم لأبنائنا وبناتنا. نحن نسعى وبقوة لنشر ثقافة التدريب. عند حصول الشاب أو الشابة أو ولي الأمر، إحنا حددناها طبعاً السن اللي يتحصل على بطاقة من المنظمة الليبية لحقوق الشباب تكون من سن 18. سوق العرب، صحة ديوان. المفوض الثالث في بلدية العواتة تركيا عليه القاسم العويتي. نهوض بالبلاد. وهذه الاستراتيجية تضمنتها من صميم أعمال اللجنة الاستشارية العليا للمنظمة اللي على رأسها الدكتور طارق الشايب ومحدثكم. بإذن الله حتكون مفاجآت مستقبلية لبرامج تطوير الشباب في عبر حلقات متتالية للنهوض لمستوى الشباب في كل المجالات بإذن الله، حتى في المجال الأكاديمي في عملية الربط بالجامعات العليا الخارجية ذات المستويات والتصنيفات العالمية بإذن الله. ناهيك عن تدريب أصحاب الشهادات المتوسطة والمهنية في مجال الصيانات متعددة التخصصات. فبالتالي نرحب باسم أهلنا في النواحي 4 بجميع الضيوف الذين شرفونا هذا اليوم بمناسبة افتتاح مقر فرع أو المنظمة الشباب لحقوق الشباب في ليبيا. يسعدنا في هذه المناسبة ونحن نحتفل بمناسبة هذا الافتتاح أن نهني الطلبة المتفوقين لهذه السنة. عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم احتفالية كبيرة وتتويج من ضمن المنظمة من قبل المنظمة الليبية لحقوق الشباب في افتتاحها الفرع الخاص بمنطقة النواحي 4 الذي من خلاله كرمنا الأوائل الخريجين من الثانوية العامة بقسمها الأدبي والعلمي، وكذلك الشباب المتفوقين من إنهاء المرحلة التعليم الأساسي. الحمد لله اليوم وفقنا الله سبحانه وتعالى بأن ندخل الفرحة والبهجة والسرور إلى كل بيت، إلى كل أسرة، إلى كل طالب، إلى كل أم، إلى كل أب، بأن يكرموا أبنائهم ويلتقطون الصور التذكارية معهم ويحصلون على الهدايا التذكارية أيضا لهم. وهذا ما يدل على شيء، إنه يدل على الأسرة الذي تحافظ عليه أبنائهم من أجل حصولهم على مراكز متقدمة. وهذا هو اللي نسعوا له، أن كل الليبيين والليبيات يهتموا بأطفالهم ويشدوا من أيديهم، وأيضا يقوموا بمساعدتهم من أجل الحصول على درجات متفوقة حتى ينالوا التكريم والتتويج في النهاية. إحنا اليوم نشكر جميع الأخوة المتعاونين معنا من وسائل الإعلام إلى الأجهزة الأمنية
إلى القطاعات الحكومية، إلى كل من ساهم في إنجاح هذا الحفل، نشكرهم كثيرا ونتمنى للجميع التوفيق، وإن شاء الله هذه السنة النبيلة حتحم كافة أنحاء ليبيا، وحيتم تكريم أبنائنا حتى يكون لهم حافز في المستقبل، وإن شاء الله بإذن الله اليوم كرمناهم في مراحل تعليم ثانوي وأساسي، بكرة إن شاء الله حنكرموهم في تعليم عالي ودكاترة، نشوفوهم دكاترة ونشوفوهم مهندسين حتى يشاركوا في إعمار البلاد ورقي بالبلاد إن شاء الله. نتمنى لكم التوفيق.